طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده هخليك تعلم. انا ههرب ههرب، هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش الكلام ده، كلم الامن يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. لا يا حبيبي سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني؟ طارق لو سمحتي. انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده. يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه. امسكي نفسك. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره أي اتفاق. إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكانها. بقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده وراه حاجة وسخة. شكلها ضحك عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شيطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم من الكلام ده. احنا عملنا اتفاق. انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش. بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي. مش من مصلحتي ان امي ابني تخش السجن. فردوس. تعالي شوفي البيت اشرب ايه. بدك تؤمر. حضرتك تحب تشرب ايه؟ انت بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليله شويه. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار، أنا مختار. اتفقت على إيه؟ اطمني. وافق إنه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار. لا، عشان خاطري. لا يا مختار ابني. لا، انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اه. اهرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوه فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. اذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين ينتقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل. صدقيني اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار. يلا ملي. لا يلا ملي. مختار لا. يلا لا ابني لا.
طارق نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادم. انت كان لازم تدبحي على اللي انت عملتيه. شاهين. انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط. ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماهو تعالى. تعالى يا ابني حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد. احنا اكيد هنتكلم هنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماهو. حرام عليك يا طارق. الولد عايز حرام عليك. اوعي. حرام عليك يا مختار زبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك ما تقولش كده. سيبني 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 حرام عليك حرام عليك يا شاهين شاهين حرام عليكم حرام عليكم عايز سيبني شاهين. أنا طارق شاهين باباك. يلا نروح لجدو. يلا مش هينفع كده يا مختار. المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه في سوبر ماركت لشركه. شركه يا مختار شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره. ابنها اتاخد منها ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه. انا هتصرف. هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفه. برضه نزلتي الميه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لو قلت لمدام داريا على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش دلي اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه وهاتي شاهين يلعب معايا. وزة ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي هاتي ايدك. على ما عزك تكميله خيبانه. انت اللي قويه اطلعي. ها هتحكي لي عن ايه بقى؟ قول. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. اه مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح. ما يصحش ده ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه. والنعمة الشريفة ده أنا لو قعدت حكيت لك خدي خدي قولي. لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وأنا أقول لك كل الحاجات. أنا كنت مع عبد الحميد في الشركة روحت غيرت وجيت في ورق كتير لازم يتملي. أنا عايزة ابني يا مختار. بصي بقى أنا عارف إن أنتي قوية وشاطرة واستحملتي مصايب كتير في حياتك وكل مرة بتعدي منها بأقل خسائر. بتاع
بتهيألك. أنا لا قوية ولا حاجة. أنا أضعف بني آدم أنت ممكن تشوفها. اللي أنت فيه ده هيعدي. أنا هساعدك. أنا عندي سوا. عسلية. أول مرة تقول لي عسلية. خلاص. اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وأنتي. نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. تاني يا مختار، قلت لك مش هينفع. أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت. ما عنديش حاجة اديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك، عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك. صدقيني يا اختي والنعم. يا ستي والله مصدقاكي. الكعبة الشريفة ما عملت حاجة، أنا زي الفل أهو، ما عملتش أي حاجة. هي مية كده ليه؟ زي ما أنت شايفة كده، نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى أجيبها. على أوضتك. عايزة أسألك سؤال بس والنعم. ادخلي على أوضتك يا فتونة. أنتوا هتتجوزوا إمتى؟ يوه. طب أنا عايزة أسألك سؤال. اسأل. تعالى بس. البت عسليه دي اتجوزت على رشا ثلاثه وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف يا نهار اسود. تعالي اتراشد وشوهي عشان شك فيا. بس هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. خلينا الحمام. يلا بس انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 انا عازف. يلا. انا عايزك بقى تقومي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه. ولا اقول لك ما تغيريش، انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. قوم شوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفاية. انا بحب المية سيبيني. عارفة انك بتحب المية. كفاية عليكي كده. يلا يا حبيبتي اخرجي. حاضر. تبين عليك اتجننتي خالص. خلاصي. انا اختك الكبيره احترميني. حاضر. انت اختك كبيره ومعقله واحسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا ليه وشي بغلو كده؟ ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوش واحد، كنت بعمل كل اللي انا عايزاه، لكن انتي عشتي مية وش. انا احسن منك. ايوه عندك حق، انتي اكبر مني واعقل مني واحسن مني، وانا مية وش. ايوه تحبيني يا سلية. انت اختي. انت وحشتيني. انت كمان وحشتني يا ابو لاب. عسليه.
تغني لي سعيد سعيد. اه ايه رايك من غير ما تهرجي علشان انا اللي باني نفسي؟ والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه تركزي في كام ساعة اللي جايين دول، لأن هما مهمين جدا بالنسبة لي، وأعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبة لي. مهمين ليه؟ مش فاهم، اشمعنى؟ سيبي لي نفسك بس خالص كده، وهتفهمي كل حاجة وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. أنا اللي عامل شغل. مش رسمة بس يعني. أمال إيه؟ كل حاجة. لا الأتيليه. دي ناس عريانه. اعمل ايه بقى، كنت بحب اعمل كده. مش باين عليك يعني انه يطلع منك كل ده. تشربي حاجه؟ حاجه سوفت. على سؤالي. اه ممكن ايه؟ انا ابتديت احبك امتى؟ صح؟ بصي انت ابتديتي تصعبي عليا بعد ما مراد خبطت بالعربيه ومثلتي علينا ان انت مش فاكره حاجه. قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت ارسمك. ساعتها انا مش قادر ابطل. تعرف ان انا كنت واخده بالي انك حاططني في دماغك من زمان؟ واذا كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقه؟ مش مسألتي يبسطني، كنت واخده بالي وخلاص. مختار انت شايفني ست وحشه صح؟ أكيد لا، أنت آخر حاجة ممكن تتقال عليك إنك وحشة. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد، تسألي سؤال زي ده ليه؟ يعني إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون. يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايماً بحاول أهرب من الظروف وبس. كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده. عشان كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت
هنشرب بدري؟ هنشرب؟ انا لا، قلت لك عايزه سوفت درينك. طيب ماشي. ثانية واحدة. انت بتعمله ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. ثانية، هنا هنا. جيب ده. مختار أنا آسفة. آسفة عشان مش هينفع نتجوز. أنت تعرف كل حاجة عني. ده أنا كل ورقي مكشوف قدامك. بس ده مش معناه إن أنا مش عايزاك قريب مني. دي مش أنانية مني على فكرة. أنا مش عايزة أخسرك. مختار احنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. انا نفسي نفضل صحاب. انا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي. والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض. ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي. بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقولي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس تهربي عشان تحسي بالامان؟ انا فضلت هنا عشان الامان ده كنت حاساه وانا جنبك. صدقني يا مختار، المشكله مش فيك. المشكله اصلا ما فيش مشكله. كل اللي انا عايزاه ان انا احس ان انا اللي عايزه اقول لا وانا اللي عايزه اقول اه. خلينا زي ما احنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجه.
أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعاً كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية، عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنك سعد. أي فندم. عايزة أعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت في الشركة وأنا مش موجودة. أكيد حاضر. أستاذ عبد الحميد. فندم. عايزة أطلع على كل عقود العملاء. حاضر فندم. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟ تقدروا تقولوا يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ لا استنى يا هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهنم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سامح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، بعدها نص الشركه هيبقى بتاعه. شركه ايه اللي هتنزل لك عنها؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا، نص شركه ابوك هترجع لكم تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده، معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس، انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب 2 يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي تمام. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا استاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموماً أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معاك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى
ما عادش فيه لزوم للكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ انت لازم تسمعني. انا خلاص مش عايزه امثل تاني ولا عايزه اضحك على حد. انا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حته استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الامان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار انا كنت عايزه امشي وانت اللي قعدتني. فاكر كم مره انا كنت عايزه ارجع الشركه دي لولاد مراد وانت تقولي لا، الشركه دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق. انا كده تمام، انا داليا نور، شركه وفلوس كل ده بتاعي وانا راضيه. حلو كده، بس في حاجه مهمه قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجه، اني ارجع ابني. انت استحاله تتخيلي انا عملت ايه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافيه. انا مش عايزه اضحك عليك، ده انا اول مره احس ان انا عارفه اخد قرار. ده بدل ما تفرح لي انت زعلان. انا مش عايزه اكذب على حد ولا عايزه اكذب عليك، بس انت كل حاجه في حياتي كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود. إحنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن. وانا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس انا مختار دلوقتي داليا نور، دلوقتي ممكن يبقى عندي حكايه حلوه. انا عايزه افضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا، انت عسليه، هي دي الحقيقه. أنا يمكن أكون وسخ، بس أنا مش كذاب، وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد إيه أنا بحبك. حب إيه يا مختار؟ لازم أعمل كده، كان لازم الحق يرجع لأصحابه. وأنا عملت لك إيه؟ أذيتك في إيه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي أنا مش عايزاها، وأنت اللي كنت بتقول لي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جاي عليا أيام كنت بنام في الشارع. انت فاكر كده انك بتنتقم مني؟ انا اكتر حاجة وجعاني ان انا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، وسخ، انت كل حاجة وسخة في الدنيا.